سجل في العمالة الغير منتظمة تبع وزارة العمل، كانت الشركة مقدمة لنا عليها من فترة، يعني بقالنا حوالي 3 سنين كده. طب انت يعني استفدت ايه من عملية التسجيل دي، او انت مسجل في وزارة العمل غير منتظم، ايه اللي فاد اللي عدت عليك؟ لا طبعا حضرتك كتير، يعني انا شغال مثلا على اقل ما فيها، انا شغال وانا مطمن ان انا مثلا جايه لي منحة شهرية بتنزل لنا منحة 4 مرات كده سنويا على الاعياد وكده يعني، وفي برضه ببقى مطمن كشغل الاصابات او كده، دي حاجه بتاعت ربنا. بس طبعا لما يبقى في اصابه عندنا كده في كام بند الوزاره عامله لنا، اللي هو الاصابه الكليه، العجز الكلي او العجز الجزئي على حسب برضه، او حاله الولاده. طبعا انا لسه جاي لي مولود من 6 7 شهور، انا اخدت له برضه منحه، نزلت لي منحه عليها. الشركه موفرنا كل حاجه بالنسبه للمرتبات، بالنسبه للرعايه الصحيه، يعني لا قدر الله لو في حاله وفاه الشركه بتصرف لنا 10,000 جنيه، ولو في حاله وفاه اخرى بالنسبه للاقارب في 5,000 جنيه، او لو في اصابه عاديه الشركه بتحولنا تماما على المستشفى المختصه للاتخاذ اللازم. ايوه. السلام، احمد مصباح، مركز كفر الدوار، محافظه البحيره. شغال في شركه اوراسكوم منذ 28 عام، تابع للعماله غير المنتظمه. وحضرتك تم تسجيلي عن طريق الشؤون الاداريه، عن طريق الاستاذ محمد عماد. وطبعا انا بوجه الشكر والتقدير وكل العرفان لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر والمتكرر على طوال ال10 سنوات الماضيه للعماله الغير منتظمه. وحضرتك هو بينزل لنا المنح او للعماله الغير منتظمه على مدار 4 فترات على مدار السنه، منحه عيد الفطر ومنحه عيد الاضحى وعيد العمال والمولد النبوي الشريف. تامينات، ما كانش لينا منح غير منح منتظمه للعماله الغير منتظمه، بقت منح منتظمه بتنزل باستمرار، وفر لنا الحمايه اللي احنا كنا محتاجينها. لو انت كنموذج للعامل غير المنتظم، لو عايز توجه رساله كده سريعه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقول له ايه؟ شكرا للمجهودات اللي انت عمال تعملها لاجل الشعب. المنحه دي او بتصرف المستحقات بتاعتك، في اي صعوبات في المنظومه بتتاخر؟ لا لا، الحمد لله اول ما بتنزل على طول بنروح نستلمها من البريد. بتعرف منين بقى، من المقاول او من الشركه؟ من الشركه نفسها. الوزاره بتبلغهم الوزاره بتبلغ الشركه وبالشركه بتبلغنا احنا، رغم الضغوط اللي فيها الدوله والمشاريع برضه مهتم بينا يعني يعني بيبني مدن، بيبني مدارس، طرق، كباري، يعني بيفكر لمستقبل افضل لينا ولاولادنا الحمد لله. طب انت كعامل غير منتظم، يعني ايه رايك في الناس اللي بتقعد تشكك في المشروعات ديت وتقلل من اهميتها؟ لا دول مش مصريين، لو مصريين بجد هيعرفوا يبنوا بلدهم، يعرف ان السيسي سياده الرئيس يعني الحمد لله بيفكر لينا ولاولادنا. لا دول مش مصريين. مش مصري. اول حاجه ببدا اثبت على المشروع اللي بتاعي نسبه العماله غير المنتظمه اللي هي 3%. مجرد وانس ان انا افتح الملف في العماله غير المنتظمه، ابدا اخد اصور اسجل كل العماله غير المنتظمه عندي، صوره البطاقه وبرنت التامينات وكشف معتمد من المشروع، واسلمه لاداره العماله غير المنتظمه اللي منوطه بمكان المشروع. طب انت في اي صعوبات واجهتك كصاحب عمل في عمليه تسجيل العماله غير المنتظمه؟ الموضوع لا حاليا خالص، يعني الموضوع الورقي بيبقى صعب شويه، لكن دلوقتي في حاجه اتعمل جديده بتوجيهات مباشر معالي الوزير العمل حسن شحاته، انها تتعمل منصه الكترونيه. ان شاء الله هتفعل خلال الايام القادمه. المنصه الالكترونيه طبعا ليها فوائد عديده جدا، منها سرعه في الاداء، سهوله في الاجراءات، دقه في البيانات، هتفتح مجال اكثر في تسجيل العماله، هتوفر مجال اكثر لرعايه العماله غير المنتظمه، هتوفر على الشركات والمقاولين الجهد والمجهود والفلوس وكل حاجه. في حاجه اتعملت من جانب الدوله المصريه اللي هي وثيقه التامين، وثيقه التامين ضد الحوادث العجز الكلي او العجز الجزئي او الوفاه الاصابيه وما نتج عنها، كانت قيمتها قيمه التعويض كانت 100,000 جنيه بتوجيهات مباشره من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع القيمه بتاعت التعويضيه من 100,000 جنيه ل 200,000 جنيه. وزاره العمل قدمت كل ما هو تسهيلات لاصحاب الاعمال على مستوى الجمهوريه، وزي ما قلت لحضرتك في اخرهم المنصه الالكترونيه اللي هتسهل لجميع الشركات والمقاولين ان هو يرفع الملف الالكتروني بتاعه من اي مكان كان على مستوى المشروع ده مشروع قومي عملاق، يعتبر اطول مشروع في العالم، واول مشروع فريد من نوعه في جمهوريه مصر العربيه كنوع من انواع الترانسبورتيشن. المشروع ده بيضم 8,000 شخص، منهم 1,000 شخص عمالة بعقد، ومنهم 7,000 شخص عمالة غير منتظمة. أحب أنوه عن هذا المشروع الكبير، ده مشروع فيه خبرات جديدة لكل العمالة،
واعتقد ان احنا وصلنا لستاندر عالمي فيه بينا انترناشونال، وكل الشركات الاجنبيه بتيجي بتستفيد من خبرتنا. طبعا انا بركز على الاستفاده للعامل اللي شغال معايا، سواء الفني او العامل العادي او التكنيشن، دول خدوا خبره كبيره وعندنا مؤسسه كبيره بالعدد اللي انا قلته الهائل. فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة وتوفير كافة سبل الدعم ليهم، حرصت وزارة العمل على حماية ورعاية تلك الفئة وتوفير كافة أنواع الخدمات المقدمة ليهم وتحسين جودة الخدمات. ويمكن ده ظهر بوضوح من خلال المنحة الرئاسية الاستثنائية في أثناء فترة الكورونا، اللي الدولة صرفت فيها ما يقارب من 4 مليار و500 مليون، ساهمت فيها وزارة العمل بمليار و400 مليون، بالإضافة للخدمات الأخرى المقدمة ليهم من خلال منح خاصة ومنح دورية. خلال العام المنصرف 2023 تم صرف ما يقارب من 634 مليون جنيه منح رعاية اجتماعية وصحية ومنح دورية، بالإضافة للتعويضات الخاصة بالحوادث تم صرف ما يقارب من 12 مليون جنيه. ما زالت وزارة العمل بتكلفات معالي الوزير بتستمر في تقديم الخدمات دي من خلال إطلاق المنصة الخاصة بميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة دي، الهدف منها تسهيل الإجراءات على المقاولين والمتعاملين مع العمالة غير المنتظمة على مستوى أنحاء الجمهورية. ده بيسر إجراءات، بيسهل المعاملات، بيجعل دقة في البيانات، بيفصل متلقي الخدمة عن مقدم الخدمة، وده بيعمل حوكمة في الإجراءات أكبر. بالإضافة كمان للتعاقد المركزي على تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال أكثر من 2500 مركز طبي، في متابعة مستمرة من معالي وزير العمل حسن شحاتة بسرعة إطلاق المنصة. يعني إحنا تقريبا بنجتمع مع معاليه، إحنا شغالين يوميا وبنجتمع مع معاليه أسبوعيا لسرعة إطلاق المنصة لتوفير الخدمات دي، وكذلك التعاقد المركزي للخدمات الصحية.